فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المساجد المستلمة من الدولة والقائمة عليها الدولة، هل يجوز أن أترك دورات المياه فيها مفتوحة في غير وقت الصلاة خدمة للناس؟ لا، يحصل مفاسد، صار يحصل مفاسد، وأهل الفساد وأهل الشر يستغلونها، فلذلك صارت تغلق بعد أداء الصلوات وانتهاء حاجة الناس بها للصلاة، تغلق لئلا تكون مأوى للفساد. نعم.